بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات وما بعدها تتناول شأن المسيح ابن مريم وأمه وطائفة من أنبياء بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والسبب في ذلك أن صدر هذه السورة كما قال كثير من المفسرين نزل في شأن مناظرة نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل جلاله يريد أن يزيل شبهاتهم التي تكونت عندهم من جراء أن المسيح عليه السلام خلق من أم بلا أب. فالله جل جلاله يبسط هذه المسألة فيبدأ بذكر مريم وأنها ولدت كما يولد الناس، ثم بعد ذلك مريم عليها السلام قد ولدت المسيح عليه السلام وأنهما بشران كسائر البشر، وأن الله عز وجل اصطفى هؤلاء مثل ما اصطفى من قبلهم ومن بعدهم ليتوصل بذلك إلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما اصطفى ربنا جل جلاله آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران كذلك اصطفى نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. وهذه الآيات تستمر إلى أن تقرر بأن المسيح عليه السلام جاء إلى هذه الأرض من أجل وضع منهج وتقرير نظام، ولذلك يخاطب بني إسرائيل فيقول لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ثم تأتي قضية الاستسلام لله عز وجل في قول الحواريين وهم أصحاب عيسى عليه السلام آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات
فإن الله عز وجل يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن هي المؤكدة، الله جل جلاله يصدر هذه الآية بإن التي تفيد التأكيد. إن الله اصطفى، اصطفى أي أخذ ما صفى من الشيء، الاصطفاء كالاستصفاء، أخذ ما صفى من الشيء. وقد بين ربنا في سورة الحج بأن هذا الاصطفاء راجع إلى مشيئته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. إن الله اصطفى آدم، هو أبو البشر عليه السلام، وسمي آدم إما من الأدمة لأنه كان آدم ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأسود وإنما بين بين، وقيل سمي آدم أخذا من أديم الأرض لأنه مخلوق من هذا التراب من سطح الأرض، الملك الذي كلف بجمع هذه التربة أخذها من أماكن شتى، ولذاك جاء بنو آدم ما بين أحمر وأسود وطويل وقصير وسهل وحزن، اختلفت أشكالهم وألوانهم وطباعهم. إن الله اصطفى آدم ونوحًا، نوح هو أول رسول إلى الأرض، وقيل سمي نوحًا من قولهم ناح ينوح، ناح ينوح كان بكاءً من خشية الله. إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم، قيل آل إبراهيم هم من جاء بعده من النبيين، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بل الآل آل إبراهيم مقصود به إبراهيم نفسه عليه السلام، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني داود. ومنه قول القائل: فلا تبكي على ميت بعد ميت أحبه علي وعباس وآل أبي بكر، المعنى أحبه علي وعباس وأبو بكر، ويعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وآل إبراهيم وآل عمران، عمران قيل المقصود به أبو موسى وهارون، فإن أبا موسى وهارون اسمه عمران، وقيل المقصود به أبو مريم، فإن والد موسى عمران ووالد مريم كذلك عمران، عليهم جميعا سلام الله. إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. العالمون كما مضى معنا الكلام كل ما سوى الله، لأن فرعون لما قال لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم قال سبحانه: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية، كلمة الذرية مشتقة من قولهم زرأ، زرأ بمعنى خلق، والذرية تطلق على الصغار من الأولاد، على الصغار من الأولاد، لكن العرف صار يطلقها على الجميع، وهذا العرف يؤيده خطاب القرآن، فإن الله عز وجل قال عن نوح عليه السلام: وجعلنا ذريته هم الباقين، وقال سبحانه: أنا حملنا، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ذريتهم أي السابقون الذين كانوا مع نوح،
ومع ذلك سماهم الله عز وجل ذرية. فكلمة الذرية تطلق على الصغار والكبار، ذرية بعضها من بعض، للمفسرين قولان: بعضها من بعض أي في الخلقة والشكل، فنحن كأبينا آدم عليه السلام في خلقتنا وأشكالنا، وإن كانت الخلقة متفاوتة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل خلق آدم وطوله 60 ذراعا في السماء وعرضه 7 أذرع، ثم لم يزل الخلق ينقص، لكن الخلقة واحدة، مثل ما كان لآدم عليه السلام عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فكذلك أنا وأنت. وقيل ذرية بعضها من بعض، المقصود في مكارم الأخلاق والتعبد لله عز وجل، أي هؤلاء يشبه بعضهم بعضا في عبوديتهم لله وفي تخلقهم بمكارم الأخلاق. وقوله جل جلاله ذرية، هذه منصوبة على الحالية، حال كونها ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم، الله سميع جل جلاله بكل مسموع، لا تختلط عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات، وهو كذلك عليم بكل معلوم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت، إذ متعلق بمحذوف تقديره أذكر، أذكر إذ قالت امرأة عمران. وامرأة عمران كما قال كثير من المفسرين اسمها حنة أو حنة. إذ قالت امرأة عمران ربي، أي يا ربي، وحذف حرف النداء. وكلمة رب، ربي أصلها ربي، وحذفت يا المتكلم من باب التخفيف، والكسرة دالة عليها، والرب هو المالك الخالق المدبر جل جلاله، الرب هو المالك الخالق المدبر. وربوبيته جل جلاله للعباد نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وأما الربوبية الخاصة فكما في قول موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدين. وكما في قول السحرة: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فخصصوا بعد تعميم: آمنا برب العالمين، ثم قالوا رب موسى وهارون. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك. النذر إلزام المكلف نفسه بما لم يلزمه الله به، إلزام المكلف، والمكلف نعني به البالغ العاقل من ذكر أو أنثى، إلزام المكلف نفسه بما لم يلزمه الله به. ربي إني نذرت لك ما في بطني، ما في بطني، ما اسم موصول يفيد العموم، ما في بطني سواء كان ذكرا أو أنثى، واحدا أو اثنين أو أكثر، نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا لعبادتك وخدمة بيتك، محررا أي خالصا لعبادتك وخدمة بيتك، فتقبل مني، تقبل مني. القبول، التقبل هو أخذ الشيء على وجه الرضا، القبول والتقبل أخذ الشيء على وجه الرضا. مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، الأول في تمويل الأسعار
منتجات المصرف المالية والتمويلية، جميع المعاملات المصرفية، التمويل الأصغر، الإدخار، الحصالة الإلكترونية، تمويل المشاريع الخدمية والتجارية والزراعية والاستثمارية الأخرى، تمويل مشروعات البنى التحتية، تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي، الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم والمرافق العامة، أحدث وسائل التقنية في نظم الدفع، بطاقة الإدخار الإلكترونية، الصرافات الآلية، تقديم خدمات شرائح المجتمع، صرف كفالة الطالب الجامعي الشهرية بالتعاون مع صندوق رعاية الطلاب، تسليف الطالب الجامعي بالتعاون مع صندوق رعاية الطلاب، التسجيل والتقديم الإلكتروني لطلاب الجامعات، تقديم خدمات مالية ومصرفية لحجاج بيت الله الحرام، صرف معاشات الخدمة المدنية والقوات النظامية وربطهم بالمصرف عن طريق التمويل، صرف مرتبات الأئمة والمؤذنين وربطهم بالتمويل الأصغر، صرف الدعم الاجتماعي المباشر لمستحقيه بالتعاون مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. تقدم جميع هذه الخدمات عبر فروع المصرف وصرافاته الآلية المنتشرة بمختلف ولايات السودان بأحدث الوسائل التقنية والإلكترونية. مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، رائد التنمية والصرافة الاجتماعية بالبلاد. وقد مضى معنا بأن الخليل وإسماعيل عليهما السلام لما فرغ من بناء البيت قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فها هنا أيضا هذه المرأة الصالحة قالت: فتقبل مني، تقبل مني هذا النذر، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها أي ألقتها، قالت أي امرأة عمران: ربي إني وضعتها أنثى. هذا المولود تبين بأنه أنثى وليس بذكر. ثم قالت: وليس الذكر كالأنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. قرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب: والله أعلم بما وضعت، بإسكان العين، على أن ذلك من كلام امرأة عمران: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. كأنها رضي الله عنها تتأدب مع الله عز وجل، تقول: أنا حين أقول ربي إني وضعتها أنثى ليس مرادي من ذلك أن أعلم الله بشيء ليس يعلمه، وإنما مرادي الاعتذار. ولذلك أتبعت ذلك بقولها: والله أعلم بما وضعت. وأما على قراءة الباقين: والله أعلم بما وضعت، فالكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل، يريد أن يبرئ تلك المرأة الصالحة من أنها حقا كانت تقدر الله حق قدره. والله أعلم بما وضعت. ثم قالت: وليس الذكر كالأنثى، فإن الذكر أقدر على تحمل المشاق ومجابهة الصعاب، والذكر يستطيع أن يبقى في المسجد فلا يخرج منه، أما الأنثى فإنه يعتريها الحيض والأذى فتضطر إلى الخروج من المسجد. ولذلك قالت: وليس الذكر كالأنثى. وسيأتي معنا وجه القلب في هذه الآية: وليس الذكر كالأنثى. ثم قالت: وإني سميتها مريم. مريم قالوا بالعبرية المعنى خادمة الرب. وإني سميتها مريم وإني أعيذها، أعيذها أي أجيرها وأمنعها. عاذ فلان بفلان إذا استجار به وامتنع. وإني أعيذها بك وذريتها، ولا يعلم لمريم عليها السلام ذرية إلا المسيح،
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الشيطان هو إبليس أبو الجن، وكلمة الشيطان مأخوذة من شطن إذا بعد أو شاط إذا احترق. الرجيم بمعنى المرجوم، الرجيم بمعنى المرجوم، وهو المطرود من رحمة الله. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه: فتقبلها فتقبلها. قال بعض المفسرين: فتقبلها بمعنى قبلها، تقبل بمعنى قبل، كتبرأ بمعنى برئ، وتعجب بمعنى عجب. وقال بعض المفسرين: بل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تقبلها بمعنى أنه قبلها بحفظ ورعاية وعناية. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، أي رباها أحسن ما تكون التربية. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وذكر بعض المفسرين كلاما الله أعلم بصحته، قالوا: كانت مريم عليها السلام تكبر في العام ما لا يكبره غيرها في العامين، هذا معنى وأنبتها نباتا حسنا. ثم قال سبحانه: وكفلها زكريا. زكريا قرأها حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالقصر زكريا، وقرأها الباقون زكريا بالهمز، الباقون الحرميان نافع وابن كثير ومعهم أبو عمرو بن العلاء وابن عامر، قرأوها بالهمز زكريا في كل المواضع في القرآن، وهي سبعة، يعني ذكر هذا النبي المبارك في القرآن في سبعة مواضع، هذا الاختلاف يرد فيها. قرأها شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالقصر، وقرأها الباقون بالهمز. أما قوله جل جلاله وكفلها، فهذه هي قراءة عاصم براويه وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وكفلها أي جعل زكريا كافلا لها، والكافل هو الضامن والمربي والراعي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقرأها الباقون وكفلها زكريا. انتبهتم على قراءة أولئك وكفلها زكريا؟ يكون زكريا مفعول أول مؤخر، والمفعول الثاني المقدم الضمير في قوله وكفلها، أي جعل زكريا كافلا لها. وأما على قراءة الآخرين وكفلها ويكون زكريا فاعل، وكفلها زكريا. ثم قال سبحانه: كلما، هذه تفيد الدوام والاستمرار، كلما دخل عليها زكريا المحراب. المحراب مكان العبادة، المحراب مكان العبادة، وسمي محرابا اشتقاقا من الحرب، لأن الإنسان يحارب فيه الشيطان. المسجد كله محراب، وليس كما جرى عليه عرفنا بأن المحراب هو ذلك المكان المقوس أو نصف الدائري الذي يكون في مقدمة المسجد، حتى لو دخلت كثيرا من المساجد تجد مكتوبا على ذلك المكان: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. لا، المسجد كله محراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا،
وجد عندها رزقا. قال كثير من المفسرين كان يجد عندها طعام الشتاء في القيظ وطعام القيظ في الشتاء، والله أعلم بصحة ذلك. لكن لو أن زكريا وجد عندها طعام الشتاء في الشتاء وطعام الصيف في الصيف، هذا أيضا يعني كرامة لهذه المرأة الصالحة، لأنها حصلت عليه من غير تسبب، من غير بذل منها. قال يا مريم، ناداها باسمها لأنه كان زوج خالتها، ولأنه منها بمنزلة الوالد، لأنه هو الذي تكفل بها. يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا الطعام؟ فكان جوابها بديعا مختصرا، ما أكثرت من الكلام، وإنما قالت هو من عند الله. ولأنها تخاطب نبيا كريما قالت هو من عند الله، ثم عللت ذلك بقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق أيها الإخوان نوعان، رزق مادي هذا يستوي فيه الجميع، الهواء الذي نستنشقه رزق، والماء الذي نشربه رزق، والطعام الذي نأكله رزق، ولكن أفضل من ذلك وأعلى وأجل الرزق المعنوي بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مضى معنا أن الحساب في القرآن يطلق وعلى ثلاثة معاني، الحساب بمعنى العدد كما في هذه الآية، وكما مضى معنا في قول ربنا وترزق من تشاء بغير حساب أي بغير عدد. ثم الإطلاق الثاني، يطلق الحساب على المطالبة، ومنه قول الله عز وجل فامنن أو أمسك بغير حساب. والإطلاق الثالث، يطلق الحساب على التعب، على الحد. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي بغير حد. فالمعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات، ربنا جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقص هذه القصة العظيمة لما فيها من الفوائد الجليلة، خاصة على أولئك الوفد الذين جاءوا محاجين مجادلين معاندين. يقول سبحانه إن الله اصطفى، وهو سبحانه يصطفي ما شاء من زمان أو مكان أو حدث أو شخص، مثل ما اصطفى مكة على سائر البلاد، واصطفى رمضان على سائر الشهور، ويوم عرفة على سائر أيام السنة، ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وليلة القدر على سائر الليالي. اصطفى كذلك صنفا من البشر، جعلهم أنبياء ومرسلين. إن الله اصطفى آدم اصطفاه الله عز وجل بأنواع من الاصطفاء، خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه الأسماء كلها، وأهبطه إلى الأرض بحكمة منه جل جلاله، وتاب عليه وجعله نبيا. هذا كله اصطفاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا، نوح هو أبو البشر الثاني، لأن الطوفان لما عم الأرض أهلك الناس جميعا سوى نوح ومن آمن معه، قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. فاصطفاه الله عز وجل بأن جعله أول رسول إلى الأرض، نوح عليه السلام أول رسول. فآدم كان نبيا لكنه ليس برسول، لما؟ يعني الله أوحى إليه لأن الناس كانوا قليلا، وكانوا كلهم على دين واحد، على ملة التوحيد. ثم بعد ذلك لما اختلفوا وتنازعوا وتشعبت بهم الطرق،
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وكان أول رسول إلى الأرض هو نوح عليه السلام. ولذلك الله جل جلاله يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث شفاعة الطويل سيأتي الناس إلى نوح فيقولون له: يا نوح أنت أول رسول إلى الأرض. فالله عز وجل اصطفاه بأن جعله أول رسول إلى الأرض وأطال عمره، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. ثم بعد ذلك استجاب الله دعاءه على الكافرين وفي المؤمنين، دعا على الكافرين فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا. ودعا للمؤمنين فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. واصطفاه الله عز وجل بأن جعل ذريته هم الباقين. فالآية تذكر شخصين وتذكر أسرتين، أما الشخصان فآدم ونوح، وأما الأسرتان فآل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام اصطفاه الله عز وجل بأن جعله خليلا، اصطفاه الله خليلا وابتلاه بكلمات فأتمهن، ونجاه من النار حين ألقاه قومه فيها، ثم جعل في ذريته النبوة والكتاب. قال المفسرون: خرج من صلب إبراهيم 1000 نبي آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآل إبراهيم، ثم وآل عمران. إذا كان عمران هو أبو موسى فلا إشكال، فإن موسى عليه السلام قد اصطفاه الله كليما وآتاه 9 آيات بينات ونجاه من فرعون وكيده. وإذا كان المقصود بعمران والد مريم فأيضا لا إشكال، لأن من صلبه خرجت هذه المرأة الصالحة، ومن رحمها خرج العبد الصالح عيسى بن مريم الذي هو آخر رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. فالله جل جلاله اصطفى هؤلاء، فاصطفى من آدم نوحا، واصطفى من نوح إبراهيم، واصطفى من إبراهيم آل عمران. فهؤلاء مصطفون من مصطفى من مصطفى من مصطفى. آدم عليه السلام مصطفى، أخرج الله منه نوحا مصطفى، وأخرج الله من نوح إبراهيم وآله مصطفون أخيار، ثم أخرج منهم آل عمران. على العالمين، أي عالمي زمانهم، وإلا الذي اصطفي على العالمين بإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء أرسلهم الله عز وجل رحمة بالخلق، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعله الله بذاته رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهدى. ثم قال سبحانه: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يبين ربنا جل جلاله بأن هؤلاء المذكورين كانوا متشابهين في خلقتهم وفي أخلاقهم في طبائعهم في سلوكهم في عبادتهم لربهم جل جلاله في إقبالهم على خالقهم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم يقول سبحانه: إذ قالت امرأة عمران، هذه المرأة ذكروا بأنها كانت عاقرا لا تلد، فرأت يوما طائرا يزق فرخا، يعني طائر يضع الطعام في فم صغيره يطعمه، فاشتهت الولادة
وسألت الله عز وجل بأن يرزقها، فلما حملت نذرت لله عز وجل. والنذر أيها الإخوة في أصله مشروع، وقد قال الله عز وجل في وصف الأبرار يوفون بالنذر، وقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فهذه المرأة الصالحة قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. تعلمون أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان إنما يطلب الأولاد من أجل أن يأنس بهم صغارا، يستمتع بهم حال كونهم صغارا، يداعبهم يلاعبهم، وخاصة الأم تجدها شروفة بصغيرها لا تفارقه قط، فهي دائما تحبله، وإذا نام نامت إلى جواره وتضمه إلى صدرها، تطعمه بيدها، تسقيه بيدها، تنظفه بيدها. ثم بعد ذلك ندخرهم كبارا، إذا كبروا فإننا نرجو نفعهم، نرجو أن ينفقوا علينا بعد أن كنا ننفق عليهم، وأن يحملونا بعدما حملناهم، وأن يحسنوا إلينا بعدما أحسننا إليهم. لكن هذه المرأة الصالحة ما تريد شيئا من ذلك، تقول يا رب هذا الحمل الذي في بطني أنا لا أريد أن آنس به ولا أن أنتفع من ورائه، وإنما هو لك، إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لعبادتك لخدمة بيتك فتقبل مني. الادخار والتنمية الاجتماعية، الأول في التمويل الأصغر، 40 عاما في خدمة الفقراء والشرائح الضعيفة، 40 عاما في تمويل المشروعات الصغيرة وإرساء دعائم التنمية الاجتماعية، يطل عليكم عبر فروعه وصرافاته الآلية المنتشرة في جميع الولايات لتقديم جميع الخدمات المصرفية والتجارية والاستثمارية، تقديم خدمات طلاب الجامعات، دفع كفالة الطالب الجامعي، تسليف الطالب الجامعي، التقديم والتسجيل الإلكتروني للجامعات، التقديم لطلاب شهادة السودانية والعربية والطلاب الأجانب والوافدين، تمويل مشروعات الخريجين، خدمة دفع رسوم الجمركية إلكترونية، خدمات الصراف الآلي، تسليم الدعم الاجتماعي لمستحقيه. مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، رائد الادخار والتنمية الاجتماعية. هنا أخذ العلماء فائدة، أولها بأنه يجوز للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها، يجوز للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها. لما؟ لأن ها هنا هذه المرأة ما استأذنت زوجها قبل أن تقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. ولو أن قائلا اعترض فقال عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، نقول بلى، لو كانت قد استأذنت لبين ربنا ذلك. ثم دعونا من هذا، فإن في شريعتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن ولو من حليكن، ولم يقل لهن لا بد أن تستأذن أزواجكن. فها هنا استفاد العلماء فائدة، لأنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها دون إذن زوجها. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. وأخذوا فائدة أخرى، بأنه يجوز النذر بالمجهول، يجوز النذر بالمجهول. هل كانت هذه المرأة تعلم ما في بطنها؟ هل كانت تعلم سيخرج حيا أو ميتا؟ لا، هو مجهول بالنسبة لها. ولذلك يجوز لك إذا كان عندك ناقة حامل أو بقرة أو شاة أن تقول
ما في بطنها هو لله، وأنت لا تدري أيكون ذكرا أم أنثى، واحدا أو أكثر. واضح؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا. ثم قالت فتقبل مني. الله أكبر. الصالحون لا يعجبون بأعمالهم ولا بأقوالهم، وإنما يسألون الله القبول، يسألون الله القبول جل جلاله. فتقبل مني، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. إبراهيم وإسماعيل لما رفعا البناء من البيت ما نظر إليه نظر الإعجاب وقالوا والله ما قصرنا والبنقدر عليه وسويناه، لا، وإنما قالوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك هذه المرأة الصالحة تطرد الإعجاب عن نفسها، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا رب أنت الذي سمعت دعائي حين سألتك الحمل، وأنت الذي سمعت نذري الآن، وأنت العليم بنيتي. قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن. بقبول. أنبهكم أيها الإخوان دائما افتحوا فتحة القاف، لا تقل نسأل الله القبول، وإنما قل نسأل الله القبول. أما القبول فجمع قبل، جمع قبل، فلا تقل نسأل الله القبول، لا، قل نسأل الله القبول. فتقبلها ربها بقبول حسن. الله جل جلاله كان منه حفاوة ورعاية وعناية بتلك المولودة وبذلك النذر. فتقبلها ربها بقبول حسن. قبل ذلك نسينا آية. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. هذه المرأة يعني كأنه غلب على ظنها أن الحمل الذي في بطنها ذكر، لكنها فوجئت بأنها أنثى، فاعتذرت إلى الله عز وجل، قالت ربي إني وضعتها أنثى، وهي لا يد لها في هذا الأمر، فإن الإذكار والإناث من الله، الله جل جلاله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ولذلك الرجل الذي كانت امرأته تلد بنات فغضب منها وتزوج بغيرها وصار لا يأتيها، المرأة الحليمة الصالحة قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، ما ذاك لعيب فينا، فإنما نحن لحارثين كالزرع كالبذر يوضع فينا، أو نحصد ما يوضع فينا. يعني المرأة ما عندها دخل أن يكون المولود ذكرا أو أنثى. ولذلك هذه المرأة الصالحة تعتذر، قالت ربي إني وضعتها أنثى. ثم قال الله عز وجل معتذرا لها مبينا عذرها والله أعلم بما وضعت، مثل ما قال قل الله أعلم بما لبثوا، ومثل ما قال وما نذرتم من نذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم بما وضعت، أو على القراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت، فهذا من باب التأدب مع الله. مثل ما قال الله عز وجل يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قال المسيح لا والله ما قلت، لا، وإنما قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم قال إن كنت قلته فقد علمته. يعني يا الله أنا لا أفيدك علما لا تعلمه، سبحانك إن كان هذا قد صدر مني
فقد علمته. هنا أيضا هذه المرأة الصالحة قالت والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. بعض المفسرين قالوا هذا من باب التشبيه المقلوب، المعنى وليست الأنثى كالذكر، لأن الأدنى يشبه بالأعلى وليس العكس. والصحيح بأنه لا قلب، التشبيه على بابه، ليس وليس الذكر كالأنثى، يفهم منه أيضا بأنه ليست الأنثى كالذكر، فلكل خصائصه ولكل مواهبه، فما يقدر عليه الذكر لا تقدر عليه الأنثى، وما تقدر عليه الأنثى لا يقدر عليه الذكر. فالله جل جلاله خص الأنثى بأنها هي التي تحمل، وهي التي تضع، وهي التي تربي، هي التي تسهر، تطعم وتسقي وتنظف وترعى، وتسهر الليالي ذوات العدد مع هذا الصغير وهو يبكي، والذكر لا يستطيع شيئا من ذلك. وكذلك الأنثى ما تستطيع ما يستطيعه الذكر من حمل الأثقال وتكبد المشاق ومواجهة الصعاب وقوة الجسد وشجاعة القلب وما إلى ذلك. وليس الذكر كالأنثى، وهذا قانون أيها الإخوة الكرام، قانون مضطرد. ولذلك الآن ما يسعى إليه بعض الناس من محاولة إلغاء الفروق بين الذكر والأنثى إنما هو طمس للخليقة، ليس هو في مصلحة الذكر ولا مصلحة الأنثى. والمرأة التي تحاول مشابهة الرجال أو الرجل الذي يحاول تقليد النساء هو كالغراب الذي نسي مشيته ولم يستطع أن يقلد مشية غيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، فما يجوز التشبه. قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يقول سبحانه على لسان تلك المرأة الصالحة وإني سميتها مريم، وإني سميتها مريم خادمة الرب. أخذ العلماء من ذلك فائدتين، الفائدة الأولى جواز التسمية يوم الولادة، يعني ليس بالضرورة أن ننتظر اليوم السابع. ثم الفائدة الثانية جواز أن تتولى الأم التسمية ما لم يكره الأب ذلك، يعني الأصل أن التسمية حق لمن؟ للأب. لكن لو أن المرأة سمت والأب أقرها، أو أن الأب فوضها قال لا سمي ولدنا هذا، فلا حرج في ذلك. ومنه الحديث لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح قال لهم إني رزقت البارحة بغلام سميته على اسم أبي إبراهيم. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ولده في ساعة الولادة، ما انتظر إلى اليوم السابع. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه، هذا فيما لو لم يكن الاسم مهيأ، يعني لو ولد لنا مولود نحن ما جهزنا اسما ننتظر إلى اليوم السابع. أما إذا كان قبل أن يولد اتفقنا على تسميته فلا حرج أن نسميه مباشرة. وإني سميتها مريم، ثم قالت وإني أعيذها بك، أعيذها أجيرها، أجيرها بك يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره.
وإني أعيذها أجيرها أمنعها بك يا الله وذريتها. هنا نستفيد فائدة بأنه ينبغي إعاذة المولود حين يولد، إعاذة المولود حين يولد، يعني مجرد ما ولد لك مولود ذكرا كان أو أنثى فإنك تعيذه بالله عز وجل. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين، ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. يعني ها هنا أم مريم مقتدية بمن؟ بالخليل عليه السلام. وإني أعيذها بك وذريتها، وهذه المرأة المباركة نفعت هذه الذرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم: ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إلا المسيح وأمه، فإنه ذهب يطعن في خاصرته فطعن في الحجاب، جعل الله بينه وبين المسيح حجابا، بينه وبين مريم حجابا. واضح أيها الناس؟ يقول أبو هريرة وهو راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها بك وذريتها من هذا الشيطان الذي لا يريد بالإنسان خيرا. ذكر كتاب السير ومنهم محمد بن سعد في الطبقات من حديث ابن عباس وعطاء بن أبي رباح أن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت بالنبي الأكرم هتف بها في المنام، قيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعته فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن. الله جل جلاله تقبل هذه المولودة لما وهبت له، تقبلها بقبول حسن، أخذها على وجه الرضا والقبول، وأنبتها نباتا حسنا، نشأها كأحسن ما تكون التربية لأنها في كفالة نبي كريم. وكفلها زكريا، جعلها في كفالة ذلك العبد الصالح الذي هو من المصطفين الأخيار ممن شهد الله لهم بالهداية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، إلى أن قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلما كان زكريا هاديا مهديا وقد نشأت هذه الفتاة في كفالته فلا غرو أن تخرج هادية مهدية. ثم قال سبحانه: كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي مكان العبادة، وجد عندها رزقا، وجد عندها طعاما وشرابا، وهو يعلم بأنها غير متسببة، ليست عاملة، ليست متكسبة، وإنما هي متفرغة لعبادة الله وخدمة بيت المقدس. ولذلك كان يستغرب، يقول لها: يا مريم أنى لك هذا؟ هذا الطعام من أين يأتي؟ قالت: هو من عند الله. اكتب. قال أهل العلم: أول مراتب شكر النعمة أن تقر بأنها من عند الله. هذه أول مرتبة في شكر النعمة. ولذلك
سليمان عليه السلام لما جيء له بعرش بلقيس ماذا قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولذلك لو سألك سائل من أين لك هذا تقول هو من عند الله. ثم عللت قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رزق الله عز وجل للعبد ليس متوقفا على الأسباب، ليس الرزق متوقفا على سعة علم ولا حدة عقل ولا سرعة بديهة ولا تقلب وضرب في الأرض، وإنما الله جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا المعنى ينبغي أن يقر في أذهاننا، لكن بالمقابل ينبغي أن نأخذ بالأسباب التي نستجلب بها الرزق. وهذه الأسباب أيها الإخوان أولها تقوى الله. قال الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثانيا الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثالثا صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وما من عمل أجدر أن يعجل الله لصاحبه الثواب في الدنيا من صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجارا فيرزقهم الله ويعافيهم بتواصلهم. تجد ناس فجار وأرزاقهم واسعة، لما؟ لأنهم متواصلون. ثم رابع الأسباب التي يجلب بها الرزق أيها الإخوة الكرام الدعاء، وسيأتي معنا غدا قول ربنا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالدعاء من الأسباب. خامسا النفقة، تريد الرزق أنفق، لأن الله قال وما أنفقتم من شيء ويخلف وهو خير الرازقين. وقال يا ابن آدم أنفق عليك، والملك يدعو فيقول اللهم أعط منفقا خلفا. فالذي يريد الرزق فإنه ينفق على خلق الله. هذه بعض الأسباب التي نستجلب بها رزق الله عز وجل ونحن على يقين من أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك برد العيش بعد الموت. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات.
اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.